السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. الموضوع فيديو النهاردة، تعالوا نشوف مع بعض طرق النصب في بيع الحمام. يعني أنا اتنصب عليا في الحمام اللحم ده، مرة الحمام مات في الشحن والمرة التانية اتنصب عليا في الحمام. دي طبعا دي كانت المرة الأولى اللي أنا اشتريت فيها الحمام ده اللحم. طبعا الفرد ده الزاجل ده ملناش دعوة بيه، أنا جايبه عشان أوري لكم حاجة بس. طيب قبل ما نبدأ الفيديو وأحكي لكم الحكاية، أطلب منك إنك تعمل لايك للفيديو وتعالوا نبدأ الفيديو مع بعض. أهلا بيكم، وحشتوني ونورتوني وشرفتوني، وأشكر الناس اللي بتشاهدني وتدعم قناتي، والناس اللي تعاطفت معايا في الفيديو اللي هو اللي الحمام مات. بنشكركم جميعا، واقول لكم ان الراجل رجع الفلوس، رجع فلوس الحمام، مش كلها يعني طبعا لكن معظمها، لكن والله انا بفكر، هو صعبان عليا وبفكر ان انا ارجع له الفلوس تاني. لكن بس هو انا كنت بعمل الفيديو علشان ان انا اعلمه ازاي يعبي الكراتين الحمام وازاي يفتح للحمام والناس برضو تستفاد. طيب نبدأ الفيديو مع بعض، ارجو انك تكون عملت اللايك للفيديو لان الفيديو بيفرق معنا جدا. طيب الحمام ده انا صورته من حوالي اسبوعين تقريبا، لما اشتريته في كرتونة طبعا كالعادة من على الفيسبوك، جروبات الفيسبوك، شخصي كان عارض الاربع حمامات دول للبيع. سألته حضرتك منين؟ قال لي ان هو من دمياط. طبعا انا من دمياط برضو، فانا قلت ايه ان المكان طبعا قريب، يبقى افضل لي من ان انا اجيب شحنة او كده. طيب من دمياط، قال لي تمنهم كام والكذا، اتفقنا على السعر، وافقنا على السعر، خلاص تمام وافقته على طول لان هيوفر لي الشحن، وبهدلت الحمام في الشحن. طيب اجي استلم الحمام امتى يا سيدي؟ قال لي ده انا دلوقتي في الشغل، كنا بالنهار يعني يوم الخميس اللي بحوالي اسبوعين. طيب اجي لك امتى؟ قال لي خليك تعال لي بعد العشاء لما اروح من الشغل. طبعا يعني ما جاش في دماغي ان انا اقول له ايه خلينا بالنهار، اجي الجمعة بالنهار، فانا وافقت. رحت له يوم الخميس بالليل بعد العشاء، بيني وبينه حوالي المسافة بيني وبينه حوالي 2 لـ3 كيلو، مسافة يعني مش بعيدة. رحت له بعد العشاء لاستلام الحمام، دخلت معاه البيت في السلم، جاب الحمام قفص في السلم عشان نعرف بس طرق النصب ازاي، وانك انت ازاي يعني المفروض تبيع حمام ما تخبيش اي حاجة على اللي انت بتبيع له الحمام. الاضاءة ضعيفة طبعا في السلم، زي ما هو شايف لمبة سهاري كده منورة، جاب لي القفص حباسة صغيرة كده فيها جوز وكرتونة فيها جوز تاني، مش ما جابهمش مع بعض. طيب لقيت النور ضعيف جدا، قلت له نور اللمبة التانية دي مانيش شايف كويس. قال لي يعني ايه اللمبة ما بتنورش، اللمبة بايظة. طيب قلت له طيب هات الحمام، الحمام ده بتعالجه من حاجة؟ طبعا بسأل الاسئلة عشان اوصل لحاجة. قال لي لا انا ما بيعطيش علاج للحمام، الحمام كويس، انا بس اعطيته ايه شربة ديدان. شربة الديدان عادي كلنا بنعطيها، انا عن نفسي بعطي شربة الديدان كل 3 شهور، ما فيش فيها مشكلة، وقاية يعني كل 3 شهور عادي ان الحمام ما عندوش حاجة. طيب سألته انت ما عطيتش الحمام ده مضاد حيوي من مدة قريبة؟ قال لي لا. طبعا ايه انا بسأل الاسئلة دي كلها ليه؟ علشان اعرف اتعامل مع الحمام، لما اخد الحمام اعرف ابدأ معاه بايه وما عطوهش ايه، لان لو كان بيعطي مضاد حيوي مش هعطي. هو قال لي ان هو ما عطاش مضاد حيوي وان هو عطى شرب الديدان، فانا ما عطيتش بقى شرب الديدان وبدأت اتعامل بايه بطريقتي عشان اعرف اتعامل. المهم دفعت الفلوس وجبت الحمام، وجيت حطيت الحمام في السلكة زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي هو العزل بتاعنا. السلكة دي العزل لمدة اسبوعين، ده الطبيعي اللي كل ايه مربين الحمام بيعملوه. فقلت اتعامل مع الحمام، طبعا انا مش مطمن، مهما تجيب حمام من حد فانت اعطي انت الوقاية اللي انت بتعملها. فبدأت طبعا بالادوية، استنى ايه استنى تشوف لقيت ايه في الحمام.
ما تمشيش لما تشوف انا لقيت في ايه في الحمام اتنصب عليا ازاي وهو خب عليا ايه البائع. طبعا استقبال الحمام في الكرتونة بمبيد حشري زي ما حضراتكم شفتم في الفيديو السابق اللي هسيب لك دلوقتي فوق في علامة الاي فوق، هتلاقي سايب لك في علامة الاي هنا الفيديو اللي هو بتاع الحمام اللي انا اشتريت في الحمام، ورشينا في الكرتونة اللي احنا هنرميها طبعا بمبيد حشري كل الاجراءات اللي بنعملها في الاستقبال، وفحصنا الحمام من الفم الحمام مفيش كانكر الحمد لله، ما كانش عنده كانكر ومفيش ريحه كارهه في الفم، واعطينا الادويه الاتيه وتابعنا طبعا الزرق بتاعه اللي هو اللي بيبقى نازل في الدرج زي كده. كل طبعا ميزه الدرج ده ان انت تعرف تشوف الزرق زي ما احنا حضراتكم شايفين كده، نتابع كل يوم نشوف الزرق بتاع الحمام وصل في ايه، ومن هنا نقدر نحدد طبيعه المرض عنده ايه. طيب اعطيت ايه في البدايه اول ما جبت الحمام؟ اعطيت 3 ايام تتراسيد طبعا علبتين خلصهم 3 ايام تتراسيد و 3 ايام امريزول مع مضاد السموم المستورد اللي انا بعطيه دايما. اعطيت تاني تالت يوم 3 ايام خميرة، 3 ايام خميرة بقى كده 9 ايام. مش معانا الجروفيت بلس نسيت اجيبه، يبقى كمان 3 ايام جروفيت بلس اللي هو عشان نرفع مناعة الحمام، يبقى كده اعطينا 12 يوم. وبعد كده لما ظهر عنده الحمام بعد الحمام شفت ان فيه اسهال، اعطيت انتينال مع التتراسيد، خليته الثلاث ايام يبقوا انتينال مع تتراسيد، ده صباحا وده مساء. طيب لسه هنقول بقى ايه اللي ظهر في الحمام بعد كده. طبعا الحمام وهو محبوس في الحباسة ما بتبنلكش حركته كويس، وانا سايبه في العزل. المفاجأة بقى ايه اللي انا اللي ظهر في الحمام تاني يوم؟ جدري في رجلين الحمام. طبعا اما النهار طلع الكلام ده كان كله بالليل، من تاني يوم على طول ظهر جدري في رجلين الحمام. لو قربت كده اثر الجدري هتشوفه في رجلين الحمام. طبعا كل ده ما كانش ظاهر بالليل في النور الضعيف زي ما قلت لكم عند البائع. طبعا هو اسمه، انا مش هقول اسمه، هو هيشوف الفيديو وهيعرف نفسه، انا مش عايز منه حاجة يعني، بس انا بقول له عيب لا هي المية جنيه لو انت ضحكت عليها في 100 جنيه، لا هي هتغنيك ولا هي هتفقرني، فانت المفروض تقول لي الصراحة وتبيع الشيء بقيمته اللي هو على ارض الواقع اللي انت شايفه. البائع وافق، المشتري وافق يشتري على هذا، وافق ما وافقش انت تكون صرحته وجزاك الله خيرا. طيب يبقى جدري اللي ظهر اول حاجة، جدري في رجلين الحمام. تاني حاجة ظهر، معلش لو الفيديو طول معاكم شوية، اسهال مائي، اسهال مائي مع اكل ضعيف، الحمام اكلته ضعيفة وبعمل اسهال مائي زائد ترجيع للاكل. في فرد كان بيرجع الاكل ولو اديته الكبسولة في بقه، فانا كنت بعطيه الكبسولة دي اللي هو تتراسيل في الفم مباشرة عشان تجيب نتيجة اسرع، فالفرد كان بيرجع اللي هو اوريه لحضرتك دلوقتي. طبعا هو ظاهر قدامكم شايفين الرجل دي، فرد كده قلع البنطلون، رجل ورجل البنطلون رجل ورجل. طيب اسهال مائي وترجيع، جدري واسهال مائي وترجيع مع اكل ضعيف، طبعا ضعف في الحركة وضعف عام الحمام الحمام عموما. لا ده بقى الفرق يعني دلوقتي الحمد لله الفرق يعني فرق السماء من الارض يعني. الحمام بقى له اسبوعين عندي من الرعايه ومن العلاج ومن الاكل المظبوط. طبعا الحمام وهو في الحباسه زي ما قلنا في او في السلاكه دي مش ظاهر حركته قوي، غير زي لما انت تسيب الحمام على الارض او في مكان واسع هتشوف الحمام وحركته تبان. زي الفرد اللي احنا شفناه برجل ورجل ده مش هيبان الا على الارض، يعني هو دلوقتي واقف على رجله لكن هنشوفه. لما يتحرك على الارض ظهرت المفاجأة بقى، الحمامة دي مش قادرة تمشي على رجليها. انا سبت الحمامة على الارض الحمامة دي علشان اشوف ايه رجليها دي مالها فيها ايه، ايه المشكلة. نتفترش الرجل دي، نحاول نقرب من رجل الحمامة اهو،
الحمامة دي نتفت الريش من على رجليها بالشكل ده علشان اعرف اعالجها على قد ما اقدر. جبت ريبريل اسمه، جبت ريبريل من ده بتاع هو مضاد للالتهاب والكدمات، طبعا بشري كان عندي في البيت يعني. وبدأت بعد ما نظفت الرجل كده والجناح، هوري لكم صورتها دلوقتي يعني ما تستعجلش هتشوفوا المفاجأة. وبدأت ادهن كل يوم من الريباريل ده او هيموكلار، يعني ممكن تستخدم بداله هيموكلار زي ما قلنا ده مضاد للالتهاب والكدمات. وشكلها في ايه؟ ادوية تانية فيروسية طبعا، اعطينا ادوية تانية فيروسية في الايام القادمة هنشوفها مع بعض الادوية اللي عملناها. بس انا بقول يا جماعة اللي يبيع حمام يقول على عيبه، لو ضحكت عليه زي ما بقولنا في 100 جنيه او 200 جنيه حتى، ايه اللي هتعمله يعني؟ هتفيدك في ايه ال 100 جنيه ولا ال 200 جنيه؟ ولا هي هتغنيك ولا هي هتفقرني. قول لي على العيب وانا قبلت او ما قبلتش، هيجي لك اللي يقبل بالوضع ده وتبيع له على الحمام الموجود، على عيب الحمام الموجود. طبعا انا كلمت الراجل، انا ما كان ليش نفسي اكلمه من تاني يوم لما عرفت، لكن كلمته امبارح يعني بعد اسبوعين. فطبعا هو الراجل كان فاهم ان انا ما عرفتش، لكن والله انا عرفت معظم الحاجات من تاني يوم لما النهار طلع يعني. قال لي ان هو شاري الحمام كده بس، صدمني. انا شاري الحمام كده يعني زي ما هو شاريه كده بيبيعه كده. طبعا المبدأ غلط، انت اتضحك عليك مفيش مشكلة. طب انا هوريك ليه الحمامة دي، الحمامة الزاجل دي انا جايبها ليه. حمامة الزاجل دي انا جايبها هنا ليه؟ الحمامة دي برجل واحدة، يمكن انا صورت لها فيديوهات قبل كده الحمامة اللي برجل واحدة دي، وشفنا انتاجها كان عامل ازاي. اهو شوف الحمامة، الحمامة دي رجلها مقطوعة، كان لافف على رجلها حبل خيط وحز على رجلها، وانا ما شفتش الحز اللي حز على رجلها، فصبحت رجلها مقطوعة. لكن انا بقول لحضرتك الحمامة دي من احسن الحمام عندي في الانتاج، يعني ربنا هيبارك لي في الحمامة اللي انت جبتها لي ورجليها، متفائل انا ان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكرمني، لان انا بعالجها وبعمل اللي يرضي ربنا فيها. يبقى الحمامة دي اللي هي عندي رجلها مقطوعة باخد منها احسن زغاليل وافضل حمامة منتجة عندي. نيجي بقى للحمامة بتاعت حضرتك اللي حضرتك ما قلت ليش على العيب بتاعها، اللي هي رجلها فيها العيب ده. راحت فين؟ اهي الحمامة اهي. على مهلك نجيب الحمامة ونشوفها مع بعض. طبعا ده المنظر، شوف الرجل، رجل الحمامة كأن ركب لها رجل خشب، معرفش السفار ده كانت ميتة. ده طبعا ده بعد العلاج، ده كله كان أزرق، أنا بدهن لها بقالي يمكن أسبوع. شوف الزرق لسه باقي ازاي، لسه فيه الزرق اللي فين. انا نظفت الريش ده كله، مش بعذبها يا جماعة، ده انا بحاول ادهن لها. الزرق خف جدا 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 يعني ايه، شوف ازاي لسه فيه زرق تحت رجلها شوية اهو تحت الفخذ وهنا اهو. انا بحاول ان انا اعالجها وان شاء الله ربنا هيكرمني منها باذن الله. انا مش زعلان على من الراجل قدر ان هو بس ان هو انت تضحك عليه ليه، صارحني وانا اخدهم اعالجهم. نرجو ان الناس تصارح بعض بعيوب الحمام علشان الناس ما تفقدش الثقة في بعض، واللي يشتري حمام من حد يشتري وهو مطمن كده بالمنظر ده، هتوقفهم البيع على الجروبات على الفيسبوك، ما عادش هيبقى في ثقة ان حد يشتري من حد حمام. مش عارف اقول ايه انتهي الفيديو ازاي، لكن زي كل مرة ما بنقول ارجو انك تعمل لايك للفيديو
واشترك في الفيديو واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.